السلام عليكم البنات، كي درتو بخير؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ دايره الاحوال عندكم؟ عندكم شي صهد؟ الحمد لله على كل حال. انا جيت اليوم نشارك معكم واحد الكيكه، بغيت نديرها لكوتي الدراري، وقلت علاش لا ما نشاركها مع خواتاتي. انا عندي هنا 4 ديال البيضات كبار، عندي واحد معلقه كبيره ديال الخل، عندي كاس ديال سنيده، كاس ديال الزيت، عندي 2 كيسان ونص ديال الدقيق، عندي واحد ياغورت بنكهه البنان، عندي ساشيه ديال الفاني، وجوج اكياس ديال الخميره فيها 16 غرام، وعندي هنا 2 معالق كبار ديال الفيرميسيل ديال الشوكولات، و هادشي اللي كاين. هادشي دابا اللي كاين. ندوزو باش نخلطوا المقادير ديالنا. دابا غادي ندوزو باش نهرسوا البيض. عندي هنا 4 ديال البيضات البنات، البيضات البنات يكونوا على درجة الحرارة ديال المطبخ، ما يكونوش من الثلاجة باردين. كيكا الا كان البيض برد ما كطلعش. غادي نزيد هنا كاس ديال السكر سنيده العبر بالكاس ديال العنبه، غادي نزيد واحد الساشيه ديال الفاني 7.5 غرام، هنا هاد الكاس كيهز 150 غرام. غادي نخلط مزيان هاد البيض مع السكر سنيده وكيس ديال الفاني، نخلطو مزيان. كيكا البنات كتجي هشيشه، كتجي زوينه. هما الكيك اللي كيعجب الدراري الصغار وقت الكبار. مزيان البنات باش يذوب ذوب سنيده ديالنا. اللي ما بغاش يضطرب غير بهذا الفوي يمكن له يدير كاس ديال مونينيكس. من طبيعة الحال واحد الرشيشة ديال الملحة، غير رشيشة كيما كنقولو نطردو الشيطان. حتى الملحة كتخرج أي حاجة درتها في شي حاجة، في الملحة إلا درتها في شي حاجة كتخرج النكهة أكثر من دابا. غادي نزيد كاس ديال الياغورت بنكهة البنان 110 غرام، مزيان البنات. غادي نزيد واحد الكاس ديال العنبه البنات، غادي نعمروه بالزيت، كاس عامر البنات.
البنات ما قلت لكم واحد المكونه اخرى غادي نزيدو في هاد الكيكه. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الكونفيتير، نسيت ما جبتهاش، غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الكونفيتير. الدوره البنات ديال الكونفيتير اللي كنديروا في الكيك كيخلي الكيكه كتجي رطبه وكتبقى مده طويله، كتبقى رطبه ما كتفرتش. غير المربات السائل ديال الحلوه. ها هو البنات، غادي نزيد جوج كيسان ونص ديال الدقيق راه مغربله البنات. الدقيق خاص بالحلويات، باش دائما كطلع لنا الكيكه زوينه كيكون الدقيق مزيان. انا درت جوج كيسان ونص، نغرب جوج خماعات حمر. كل واحدة فيها 8 غرام، بالمجموع 16 غرام ديال الخميرة بيكنج باودر. غادي نزيد واحد معلقه كبيره ديال الخل، حتى الخل البنات كيخلي الكيك كيجي هشيش. هاهو البنات، دابا غادي نزيد جوج معالق كبار ديال الفيرميسيل ديال الشوكولاط. من الاحسن البنات الفيرميسيل ديرو في المجمد حتى توجدو ديرو اجبدوه باش ما يذوبش. ها هو البنات، انا غادي نستعمل هذا المول، هذا غادي ندهنو شويه بالزبده مزيان بالزبده البنات باش ما يسقناش فيه الكيك، سمحوا لي البنات. اللي بغات ديرها في شي مول اخر من غير هذا ديرها ماشي مشكل، غير انا بغيت نبدل الشكل ديال الكيك. دابا غادي ندير له شويه ديال الدقيق، ها
ديروا له الدقيق على الجناب وداكشي باش ما كيلصقناش في البنات. غادي نهزو يدينا الفوق نجيبو هاد السباتولا باش ما نخليوش الخليط في هاد الاناء. درا زوينه البنات، غير اللي ما عندوش غير يشريها كتنفع والله. العجينة ديالو كي كل شي حاجه كتنفع. غادي نضربو البنات المول ديالنا على البوطاجي باش يخرج داك الهواء اللي في العجينه. ودابا غادي ندخلها الفران بارد البنات. انا ما عمرني دخلت الكيكه للفران سخون، كندخلها دائما كيكون الفران بارد. راه دائما كنقولها لكم في الفيديوهات ديالي، غادي ندخلها والفران بارد نحسب عليها واحد 45 دقيقه هكذاك والنار تكون مهي. لا راكم عارفين الكيك كيف كيطيب، وبعد ما طيب ان شاء الله نتلاقاو. هاي البنات الكيكه ديالنا بعد ما كتوجد كتجي على هذا الشكل. هذا كتجي رطبه البنات، غير جربوها. انا قطعتها من قبل، تحذف لي الفيديو. كتجي رطبه البنات، ولا عجبكم الفيديو كنتمنى تبارطاجيو مع العائله والاصدقاء، وما تبخلوش عليا بلايك، شاركوا في القناة ديالي باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.